بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان بطبيعته بيميل إلى الشر، وعليها عوامل من الدنيا والشيطان والهوى بتضغط عليه إنه ينحرف. فربنا سبحانه وتعالى بيبعت له عوامل تثبته وتمنعه من هذا الانحراف. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالإنسان بصفة شخصية على مستوى الفرد يعني، أو حتى الأمم، ربنا بيقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. حتى اللي امتلكوا أسباب العلم والحضارة استخدموها في فساد البشرية وفي القتل والحروب والدمار. فإيه اللي يعصم الإنسان؟ ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة قصيرة الآيات عظيمة الفائدة أعطانا يعني ثلاث مفاتيح لحماية الإنسان. المفتاح الأولاني إن هو يرتبط بالله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ويتبع هذا الإيمان عمل صالح، لأن الإيمان ما هوش كلام نظري، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. طيب إيه اللي يجي وراء الإيمان على طول؟ التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فالإنسان بينسى وبينشغل، فلا بد أن يأتي من يذكره بالله. وكان على مدار الأمم ربنا سبحانه وتعالى يبعث الرسل الأنبياء يذكروا الناس، يربطوا الإنسان بالله سبحانه وتعالى، يدعموا فيه جانب الإيمان والعمل الصالح، حتى ختمت الرسالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ختمت الرسالات تحملت هذه الأمة المحمدية عبء الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار عليهم هم جانب البلاغ وجانب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى دي العواصم اللي تعصم الإنسان في خضم هذه الحياة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بين المؤمنين بالحق والصبر. التواصي بالحق إن إحنا نثبت على الحق وعلى اتباع منهج الله سبحانه وتعالى، والصبر لأن احنا هنلاقي صعوبات وهنلاقي مشاكل فنصبر حتى ينجينا الله سبحانه وتعالى. السلايدز علقت مني. هناخد ان شاء الله حالة 26 years old male. He is addict for IV drug for 5 years. Admitted acutely unwell and confused. He was complaining of knee and shoulder pain, swelling, and tenderness for 3 days. Febrile 39, CRP 35.1, and white blood cells 29,000. This is a picture of right knee and left shoulder aggressive inflammation. What is the diagnosis mostly? Acute gouty arthritis, acute pseudogout, septic arthritis, palindromic rheumatism, traumatic arthritis. إيه رأيكم؟ Septic. برافو. هي septic arthritis. طبعاً المفاتيح فيها إنه العيان دراج أديكت، وده أحد البريتسبوزينج فاكتور. النقطة الثانية إنه الأكيوت إنفلاميشن اللي موجود، أجريسيف إنفلاميشن، وعندي الوايت بلاد سيلز فيري هاي، سيري أكتيف بروتين فيري هاي. طبعا في الإنفلاماتوري بارامترز بتبقى في مايلد إليفيشن، لكن الفيري هاي إليفيشن ده يمشي مع السيبتيك أرثرايتس. النقطة اللي فيها خلاف
انه اكثر من جوينت. عاده السيبتك ارثرايتس تبقى مونو ارثرايتس، لكن وجدوا انها في 10 15% بتكون بولي ارثرايتس. السيبتك ارثرايتس يوجوالي اكيوت مونو ارثرايتس، وقلنا من 10 15% بولي ارتيكولر. البولي ارتيكولر بتيجي مع الستريبت، بتيجي مع النيوموكوكاي والجرام نيجاتيف، انما الستاف عاده بتبقى مونو ارثرايتس. It is an emergency. If not treated well with proper antibiotic, it will lead to joint destruction, disability, and even mortality. The incidence 2 per 100,000 per year and about 20% mortality. مسألة محتاجة أهمية شديدة. The knee is commonly affected. The predisposing factor بتيجي في العمر المتطرف، يا اما صغير قوي اقل من 5 سنين، يا اما كبير قوي اكتر من 60 سنه. Weak immune system نتيجه malignancy, diabetes, sickle cell disease, rheumatoid او autoimmune disease بصفه عامه. Transplant patient and drug. ايه الدراجز اللي ممكن تؤدي الى septic arthritis؟ يا جماعة ايه الدراجز اللي معانا ممكن تؤدي الى سيبتك ارثرايتس؟ الازاثيبرين والسلفاسالازين عشان بيعملوا نيتروبينيا. ماشي، يبقى نقول عموما الايه السيتوتوكسيك دراجز كلها، السيتوتوكسيك دراجز. ماشي، طب قبلها بقى في دواء مشهور قوي يعني الكورتيكوسترويد. طبعا الكورتيكوسترويد بيعمل لخبطه في الاميونيتي وبيخلي العيان عرضة للإنفكشن. ده مهم جدا. إحنا ليه بندرس الإنفكشوس أرثرايتس مع إنها سيرجيكال إمرجنسي؟ أولا لأن إحنا أحيانا بأيدينا إحنا بنؤدي إلى إن العيان يدخل في السيبتيك أرثرايتس من الأدوية اللي إحنا بنديها، من المرض نفسه، من معذرة، من الأوتو إميون ديسيز نفسه بيعمل disturbance في الاميونيتي، من الدراجز اللي بياخدها العيان لانها كلها immune suppressive drugs سواء كورتيكوسترويد او cytotoxic drugs او حتى البيولوجيك ثيرابي، كله برضو ما زلنا مع معدل الانفكشن هاي. حتى الجاك اخر حاجه، بس الانفكشن في الجاك بيجيب ايه اكتر؟ هربس زوستر. بيجيب الهربس أو الفيرال إنفكشن اللي بنخاف منه أكتر. طيب يا جماعة، دي نقطة. يبقى نقطة إن إحنا عندنا هاي بريدسبوزنج فاكتور. النقطة الثانية إنه الدياجنوزيس بتاع الأوتوميون ديسيز بيتشابه في مرحلة من المراحل مع الفيرال إنفكشن، مع البروسيلا، مع التي بي. فاحنا لازم نبقى عارفين الفرق كويس. فلازم نعرف differential diagnosis between the infection and autoimmune disease. وقبل ما نشخص ال autoimmune disease سواء كان روماتويد، سواء كان gouty arthritis، lupus، لابد ان احنا نستبعد الانفكشن. واحنا ماشيين برضو في الطريق مش هنستبعد في اول الدياجنوز خلاص، لا، واحنا ماشيين في الطريق عينينا دايما على الانفكشن، لانه الانفكشن يا جماعه هو اللي بيموت العيان. وقلت لكم في محاضره الروماتيك فيفر العيان ما بيموتش من الجوينت، انما العيان بيموت من الكومبليكيشن. العيان هنا هيموت من الانفكشن، فاحنا يبقى عنينا على الانفكشن في الاول وفي النص وفي الاخر. نكمل. يبقى عندنا weak immune system، دي من ضمن البريسبوزنج فاكتور سواء بالديسيز نفسه او بالدرجز. عندنا بروستيك جوينت، وده 10% منهم بيدخلوا في سيبتيك ارثرايتس. جوينت انجكشن برضو بأيدينا، بيدي لا بيدي عمرو، الجوينت انجكشن والجراحات سواء لوكال سيرجري او جنرال سيرجري،
والهوسبيتال اكوارد انفكشن او تروما بنتريتنج السكن واحيانا بنتريتنج الجوينت نفسه. اذر سيبتك فوكس لو عنده نيمونيا ممكن تتحرك وتعمل هيماتولوجيكال سبريد. انترافينوس بروسيدور اند دراج ابيوز، وشفنا الحاله اللي عرضناها فيها دراج ابيوز. الكلينيكال برزنتيشن عندنا هاي جريد فيفر اند تشيلز، ودي نقطه مهمه انه الامراض بتاعتنا بتعمل لو جريد فيفر احيانا ومش على طول ان احنا نلاقي الفيفر. اول ما نلاقي الفيفر لازم نفكر في الانفكشن. رابيد اونست، وطبعا احنا عندنا الانست دايما جرادوال. رابيد اونست اوف سيفير جوينت بين وورمز and tenderness in single joint. بنقول single joint غالبا. طيب في حاجة اسمها mute infection. تعرفوا امتى يجي mute infection ده؟ يجي من غير حرارة ويجي بمايلد ليوكوسايتوزيس. مين اللي بيجوا بmute infection؟ التبي. ها؟ التبي ممكن، ماشي. البروسيلا. ايه كمان؟ والبروسيلا بيجي بلو يعني برزنتيشن مايلد برزنتيشن، وكمان العيانين اللي هم اميونو كومبرومايزد. الاميونو كومبرومايزد ممكن ما يجيش بفيفر وما يبقاش عنده ليوكوسايتوزيس قوي لانه هو اساسا عنده ليوكوبينيا. ف برضه يبقى عنينا على العيانين اللي هم اميونو كومبرومايزد انه ممكن يجوا بميوت انفيكشن. طيب الريستريكتد اكتيف اند باسيف موفمنت، ودي نقطه مهمه قوي بتفرق السيبتيك ارثرايتس من الانفلاماتوري ارثرايتس او الديجنراتيف ارثرايتس. ان العيان اني سلايت موفمنت ويل اكسسربيت سيفير بين. العيان ما يقدرش يحرك المفصل لا اكتيف ولا باسيف، وبياخد وضع معين اللي هو يفتح الجوينت في الماكسيمم سبيس اوف ذا جوينت. لو حد يقول لي لو الني مثلا هيبقى وضعه ايه علشان يبقى يرتاح المريض وبيثبته على الوضع ده وما يحبش ان انت تزحزحه ولا تحركه هفوه. في الني بياخد وضع ايه؟ سيمي فليكشن. برافو، هياخد وقت. ها؟ سيمي فليكشن، ايوه. وفي الهب هياخد سيمي فليكشن ومعاه ايه؟ ابدكشن. لا، اكسترنال روتيشن، بيفتح رجله لبره بياخد سيمي فليكشن اند اكسترنال روتيشن علشان يوسع الجوينت ويقلل البين، يقلل ضغط البص جوه المفصل. الكوزيتيف اورجانيزم، وده مهم جدا ان احنا لازم نتوقعه يا جماعه، العلاج بالتوقع ده مهم جدا في حالتنا عموما، في الفاسكولايتس، في السيبتيك ارثرايتس. لان انا لو ما عالجتش العيان في خلال 48 ساعه بانتي بيوتيك حتى قبل الكالتشر ما تطلع، لابد ان انا اتوقع الاورجانيزم واعالج وابدا انتي بيوتيك قبل نتيجه الكالتشر. فعندي الموست كومن الستاف اوريوس ده في الادلت عموما، انما في الالدرلي ممكن نتوقع الستريبتوكوكاي. طبعا في اسباب كتير ممكن تخلينا ندخل اجريسيف على الادويه اللي بتشتغل على الريزيستنت اورجانيزم. عندنا في طبعا اورجانيزم ريزيستنت للبنسلين، وعندنا ميسيسلين ريزيستنت ستاف اوريوس اللي هي الام ار اس اي، ودي مشهوره قوي في المستشفيات. يعني المرضى اللي بياخدوا اي في انتيبيوتكس، المرضى اللي عمل عمليه سواء في الجوينت او عمل جنرال اوبريشن قريب، كان متنوم في المستشفى من فتره قريبه، كل دول نتوقع فيهم الام ار اس اي. عشان كده وانا بعالج ايه السؤال بقى، ايه الانتي بايوتيك؟ لو قلت لكم اختاروا انتي بايوتيك واحد فقط ابدا بيه امبيريكال لغايه ما المزرعه تطلع، تختاروا ايه؟ فانكومايسين. برافو، الفانكومايسين، لان احنا عندنا بيشتغل على الاستاف وبيشتغل على الام ار اس اي، فالفانكومايسين هو المقدم. لو انا هختار دراج واحد ابدا بيه اختار الفانكومايسين. الجرام نيجاتيف انتريك اورجانيزم، وده لو عندي
infection في الجي اي تي او الجينيتو يورينري سيستم. سودوموناس بنتوقعها في الاميون كومبرومايزد بيشنت. الجونوكوكاي ان سيكشوالي اكتيف بيشنت في يونج ايج. السالمونيلا بنتوقعها في السيكل سيل ديزيز. وانا شفت حالات كتير هنا طبعا السيكل سيل هنا انديميك يعني موجود في كتير بكثره. فشفنا سيبتك ارثرايتس وطلعت سالمونيلا. اند بيشنت ريسيفنج تي ان اف انهيبيتور. خلي بالكم ده الكلام اللي بقول لكم الياتروجينيك بيدي لا بيدي عمرو. انا عالجته من الروماتويد بس جبت له سيبتك ارثرايتس. فانا واخدين بالنا من التي ان اف. What is the which of the following organism would be expected to present with lower cell count in synovial fluid? Neisseria gonorrhea, Staph aureus, strep pneumonia, ولا بوريليا؟ نيمونيا يا دكتور. حضر له رأي تاني. مرحبا دكتور غسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور أحمد، شرفتنا الله. مرحبا أهل العراق في الأشاوس. ألف شكر يا دكتور أحمد أستاذنا العزيز. الله يخليك. جونوريا يا دكتور. برافو. الجونوريا، الجونوريا من الحاجات اللي بتعمل إميون ديبليشن وما بيبقاش العيان فيه سيفير ليوكوسايتوز. ناخد الجونوريا بسرعة، دي لها وضع خاص، شكل مميز عن بقية السيبتك أرثرايتس. في كلاسيكال ترايات بيبقى موجود مع النيسيريا جونوريا. أرثرايتس أفكت ذا ني أنكل ريست أند إلبو بالتتابع ده، وبيبقى فيها تينوساينوفايتس. ده المميز ليها، بيبقى معها تينوساينوفايتس أوفر ذا دورزم أوف ذا هاند، وبيبقى معها ماكيولوفابولار راش تيبيكال للجونوريا. ممكن نلاقي لوكال جينيتورينا انفكشن، وممكن يبقى الانفكشن سبسايد، يعني يبقى ممكن يجي بعد الانفكشن بفتره نلاقي الارثرايتس السيبتك ارثرايتس، وتبصوا تلاقوا معاها تينوساينوفايتس، يعني بيبقى فيه ورم ماسك كل الايه الساينوفيال شيز او المغطي التندونز. هذا الشكل بتاع الجونوريا، وبيجي في الفيميلز اكتر من الميلز. الدياجنوزيس طبعا احنا عشان نشخص قلت لكم لازم اهم حاجه الايه الكلينيكال سسبشن، التوقع. النقطه الثانيه في الدياجنوزيس ان احنا نعمل synovial fluid aspiration قبل ما نبدأ الانتيبيوتيك. مهمة قوي ان احنا اول حاجة نسحب عينة من synovial fluid قبل ما نبدأ الانتيبيوتيك عشان الكالتشر ما تتأثرش. نبعتها لعشان اربع حاجات: cell count, differential count, gram stain and culture. يبقى احنا هنبعت عشان ننتظر اربع حاجات. اليوكوسيتيك count بيبقى أكثر من 50,000، ده يعني الحد الأدنى والمتفق عليه تقريبا في كل التكست والبيبرز إن أنا عشان أشخص سيبتك أرثرايتس وممكن أدخله العمليات على اليوكوسيتيك كاونت ده قبل حتى ما أنتظر الكالتشر وأبدأ عليها الأنتيبيوتيك. النيوتروفيلك في بيبقى في بريدومينانس للنيوتروفيلز لما أعمل الديفرنشيال في السي اس اف ممكن ألاقي بوزيتيف كالتشر. خلي بالكم يا جماعة البوزيتيف كالتشر بتبقى في 70-80%، لكن فيه 20% بيبقوا نيجاتيف كالتشر. عشان كده قلت لكم العلاج بالتوقع، وكمان توقع الأورجانيزم، يعني توقع السيبتك أرثرايتس تشخيص كلينيكال، التشخيص كلينيكال وتوقع الأورجانيزم، وإن أنا أبدأ إمبريكال أنتيبيوتيك في أول 48 ساعة. ده مهم جدا إنه يحمي الجوينت من الديستركشن اللي بيحصل. طيب لو طلعت نيجاتيف ممكن اللي يساعدني البروكالسيتونين والبلاد كالتشر. انا كان عندنا حاله كانت ربنا يعافيكم عنده انفكتيف اندوكاردايتس، وكان عنده سيبتك ارثرايتس، وطلع الكالتشر طبعا البلاد كالتشر بوزيتيف فور ستاف.
السي بي سي والاي اس ار والسي رياكتيف بروتين مهم جدا. احنا قلنا السي رياكتيف بروتين فيري سنسيتيف للانفكشن، فبنلاقيه 30 و40 الف ارقام عاليه. الاي اس ار بيبقى عالي في الاثنين، في الانفلاميشن والانفكشن، لكن السي رياكتيف بروتين في الانفلاماتوري ديزيز بنلاقيه من 1 ل 5 مايلد اليفيشن واحيانا نورمال، ولكن في الانفكشن بيبقى فيري هاي. وطبعا اليوكوسايتوزس في البريفرال بلاد غير السيبتيك فلويد غير الساينوفيال فلويد، بنعمل في البلاد بنلاقي ليوكوسايتوزس ووز نيوتروفيليك شيفت عاده في البكتيريال انفكشن. البلين اكس راي مهم، والالترا ساوند بيساعدنا في التشخيص. التريتمنت، التريتمنت يا جماعه this is an orthopedic emergency. صحيح هي orthopedic، بس لما يجي لي انا كروماتولوجي لازم انا القط الانفكشن واحوله في الوقت المناسب، ابدا له انتي بايوتيك واحوله على الجراح. ريكوايرز نيدل اسبيريشن، ممكن بيعملوا ريكارنت نيدل اسبيريشن، اورثوبيديك درينج، ارثوسكوبيك درينج او اوبن سيرجري. فعندهم ثلاث مراحل ممكن يشتغلوا فيها عشان يخرج البص اللي موجود. Empirical antibiotic should be given before culture result. Failure to initiate antibiotic within 48 hours cause permanent damage. مش هنتظر نتيجة الكالتشر. Duration 2 weeks intravenous antibiotic followed by 2 to 6 weeks of oral antibiotic. الموضوع aggressive ومحتاج عناية. زي ما قلت لكم السؤال، لو انت هتبدا انتي بايوتيك واحد هتبداوا ايه؟ فانتوا جاوبتوا برافو الفانكومايسين. طيب عندنا الجرام بوزيتيف كوكاي، ذيس از ذا موست كومن. طبعا علاجها بندخل على الفانكومايسين على طول، لانه في كتير ريزيستنت اورجانيزم زي الميسيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس، او حتى ريزيستنت للبنسلين بالنسبه للستريبتوكوكاي. فالجرام الفانكومايسين بيشتغل على الجرام بوزيتيف كوكاي سواء ستاف او ستريبت، هو الحقيقه شغله على كل الايه البوزيتيف اورجانيزم. البديل عنه اللاينوزوليد وجرعته 600 ملي اورال او انترافينوس بي اي دي. طيب الجرام نيجاتيف بقى، جرام نيجاتيف بس اللاي، وديت بتيجي في الجينيتوريناري الإيكولاي والكليبسيلا والسودوموناس، ولو عندي برضو نيومونيا ممكن تبعت لي بلد سبريد، فبيشتغل عليهم الكيفالوسبوري. عندنا السيفترايكزون والسيفيبايم، دول من الحاجات اللي بتشتغل كويس في الجرام نيجاتيف. السالمونيلا دي مشهوره مع السيكل سيل ديزيز، فبنشتغل عليها بالسبرو او السيفترايكزون. الجونوكوكاي بنشتغل عليها بالسيفترايكزون مع ازيثروميسين، بتعوز كومباينيشن ما بين الكيفالوسبورين مع الازيثروميسين، لان ده يعني اتيبيكال اورجانيزم. الان ريزولفنج جرام ستين اند كالتشر، يعني الكالتشر طالعه نيجاتيف بس انا متاكد ان عندي سيبتيك ارثرايتس، هنا بغطي البوزيتيف والنيجاتيف، فبدي فانكومايسين مع سيفترايكزون. حاجه بتشتغل على الجرام بوزيتيف وحاجه بتشتغل على الجرام نيجاتيف، واعيد الكالتشر مره ثانيه. في اي سؤال في السيبتيك ارثرايتس؟ في ناس بتحقن يا دكتور الانتي بايوتيك انتر ارتيكولار، ده كان اولد فاشن لكن مالوش رول، انما هو الاي في لاين لمده اسبوعين والريكرنت اسبيريشن. تمام، ممكن ريكرنت اسبيريشن او ارثروسكوبيك درينج او اوبن سيرجري، دي بيحددها بيقيمها الجراح بقى حسب يعني الوضع اللي قدام. تمام يا دكتور، شكرا. ماشي، هناخد دكتور حاله دكتور كمان. احمد اتفضلي.
الانسولفينج سيبتيك ارترايتس نخلي العيان يمشي الديوريشن الانتي بايوتيك كام؟ نفس المده برضو احنا بندي نفس اسبوعين اي في ومن اسبوعين لستة اسابيع الاورال حسب بقى استجابه العيان. لو اديت له مثلا 3 4 اسابيع وحسيت انه كومبليتلي ريزولفد سواء سيستميك او لوكال ممكن اوقف بقى حسب الاستجابه، لكن اقل حاجه اسبوعين اي في واسبوعين اورال بعدهم. تمام شكرا. عفوا. هناخد حاله كمان، في حد عنده مشكله في الدخول ما جاليش اي شكوى؟ طيب ناخد الحاله دي عشان انا حاطط حاله فواصل كده، يعني كل حاله هتدخلنا على الموضوع اللي بعد. 46 years old male farmer known type 2 diabetes presented with lower back pain for 2 months. This pain preceded by history of gastroenteritis. Pain is localized to right buttocks and is severe early morning, feeling stiffness for about 2 hours. No other joint pain, X-ray, sacroiliac joint reveals sclerosis and pseudo widening at the right sacroiliac joint. ايه رايكم في الحاله دي؟ بروسيلا. طب ليه قلتي بروسيلا؟ عشان بتيجي في السكروالياك وفي الني والهب بتحب الاماكن دي. وعشان طب وليه ما يكونش سبونديلو ارثروباسي وانكيلوزنج مثلا؟ رياكتيف ارترايتس. عشان السكليروسز ما فيش ايروجن، ما فيش الهيزنس اللي في الاول، او ممكن عشان هو فارمر ودايابتيك. برافو برافو، يبقى في عندي كلو. اولا هو فارمر، افكر في موضوع البروسيلا كويس. ايه كمان يخلينا افكر في البروسيلا؟ جاسترونترايتس يا دكتور. برافو عليك، انه بدا بجاسترونترايتس. دول نقطتين مهمين يخلوني افكر في البروسيلا. وانما الوضع الجوينت لوحده، ما هو ده الكلام اللي انا بقول لكم عليه، ان احنا لازم ندرس الانفكشن كويس عشان قبل ما اشخص سبونديلو ارثروباسي او اقول انكيلوزنج لابد استبعد الانفكشن. انا هقول لكم حاله جت عندي، واحده ست في حدود مثلا 35 سنه كده، وكانت تيبيكال انفلاماتوري باك بين. انا عملت لها ام ار اي بس عشان اشخص السبونديلو ارثروباسي، ففوجئت ان في كوليكشن، يعني فيه بص في ساكرو الياك جوينت على ناحيه. على طول عملنا السيرولوجي بتاع البروسيلا، طلع تتر فيري هاي، وبدانا لها انتي بايوتيك بدل ما كنا هنبدا تي ان اف انهبيتور. فلا بد ان انا افكر في الانفكشن ثم الانفكشن ثم الانفكشن، وبعدين لو شخصت برضو عيني على الانفكشن علشان ككومبليكيشن ممكن تحصل من الاوتو اميون ديزيز. What is the most likely pathogen؟ طبعا انت قلته البروسيلا، ودي إجابة صحيحة. البروسيلوزيس وجدوا أنها لها HLA typing B39 أكتر، هم دول اللي بيجي لهم أكتر من غيرهم. It is endemic in Egypt and the Gulf area. أنا الحقيقة شفت حالات كتير جدا 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 في السعودية. بروسيلا وTB. The musculoskeletal problems, sacroiliitis, spondylitis, peripheral arthritis, osteomyelitis, tenosynovitis is the most frequent complication of brucellosis. وممكن تيجي في الأكيوت ستيج، يعني أكيوت بروسيلوزيس، وممكن تيجي كرونيك، والكرونيك دي هي اللي بتلخبط وتيجي بشكل شبيه بالسبونديلو أرثروباسي، وممكن تيجي من غير فيفر. فالكرونيك دي هي اللي بتلخبط ونخلي بالنا منها. Brucellosis is one of the differential diagnoses for arthritis and back pain in endemic area. لازم نحطها في التوقع. Sacroiliitis in adults. Sacroiliitis is the most frequent site. Up to 80% either unilateral or bilateral. Low back pain is cardinal symptom. لكن في 20% ممكن يجوا asymptomatic.
ونكتشفهم في الاكس راي. The rate of sacroiliitis is high in patient infected with brucella multinesis. MRI has higher sensitivity than X-ray. وده منظر الـ unilateral sacroiliitis, aggressive طبعا infection وcollection في unilateral sacroiliac joint. ودي الحالة اللي كنت بكلمكم عليها الفيميلز. السبونديلو سبونديلايتس اند سبونديلو ديسكايتس. الحقيقة انا فاكر حالة راجل كده كان حوالي عنده 50 سنة او اكتر شوية, كان جاي سيفير باك بين لدرجة انه بيبكي من الباك بين. يا جماعة البين بتاع الديسك يعني بيتعب بس مش زي البين بتاع البروسيلا. انا مش ناسي الراجل ده, سيفير بين ومش قادر انه يحرك ظهره, موقف ظهره من عند الرقبه من فوق لغايه اسفل الظهر, مش قادر يحركه, منحني علشان خاطر السيفير, لان ده انفكشن في الديسك, يعني bacterial infection of the intervertebral disc causing severe back pain and result in abscess formation. والابسس هنا بيتكون حوالين الـ anterior ligament, anterior spinal ligament, and residual damage في 50% من الحالات. Affect males over the age of 40, lumbar spine affected more than thoracic and cervical. البروسيلا يا جماعة بتبدأ من تحت لفوق, يعني بتجيب الساكرو إليك واللور لامبر, إنما التي بي يجي من فوق دورزو ثوراسيك. Single or multiple area in the back. الإكس راي بيبقى فيها ستيب لايك إروجن أوف ذا أنتيريور سوبيريور فيرتيبرال مارجن. ممكن نلاقي طبعا بريفرال جوينت, كومنست فايندينج إن تشيلدرن. في الأطفال نلاقي البريفرال جوينت أكثر من الساكرو إلياك والباك. يوجوالي مونو أرتيكولر, 25% أوف بيشنت هاز أكيوت سب أكيوت أو كرونيك بروسيلوزيس. يبقى 25% اللي بقى associated معهم acute brucellosis نقدر نكتشفها, لكن في حالات زي ما قلت لكم بتجيلنا بكرونيك بوني بين وجوينت بين وما يكونش معها أي أعراض أخرى من البروسيلا. The knee, hip, ankle and wrist affected بالتتابع ده. Prosthetic joint can be also affected. Brucellosis causes both septic arthritis and reactive arthritis. يعني ممكن نلاقي بس جوه الجوينت وممكن نسحب نلاقي mild leukocytic count, يعني نلاقي 5000 10000 حاجة ما هيش عالية قوي. فالعيان ده ممكن يبقى reactive arthritis, يعني البروسيلا تعمل الاثنين, تعمل septic arthritis وتعمل reactive arthritis. الدياجنوزيس طبعا بنشخص بالسيرولوجي, بنشخص بالكالتشر, وللاسف في نسبه كبيره من الحالات ممكن تتعدى ال 50% بنلاقي فيهم السيرولوجي نيجاتيف والكالتشر نيجاتيف. ليه؟ لانه البروسيلا بتتعمل بكالتشر خاصه اسمها كاستاندا كالتشر. الكاستاندا كالتشر دي بيعملوها فتره طويله, فترة الحضانة فيها بتصل إلى 6 أسابيع. فطبعاً المعامل للأسف بتحط على الكالتشر العادية وعشان كده بتطلع العينات نيجاتيف. فلازم وانتوا بتبعتوا الريكوست تكتبوا بروسيلا كالتشر أو كاستاندا كالتشر. الموليكولار ديتكشن ممكن نلاقي البروسيلا دي إن إيه. اللابوراتوري تيستينج should be combined with high index of clinical suspicion. ده الكلام اللي بقول لكم عليه, ان انا ممكن الاقي الكالتشر نيجاتيف لكن العيان في انديميك اريا,
عيان فارمر زي اللي احنا عرضناه، عيان واخد جوينت واحد وفيه كرونيك انفكشن، هقول لكم على حاله حصلت معايا. الاورثوبيديك بعتوا لي كونسلتيشن على حاله، قالوا ان عنده سيبتيك ارثرايتس واتفتح مره واتنين وريزيستنت ومش مستجيب على اي علاج، تعال شوفه يمكن العيان ده اوتو اميون ديسيز. فروحت شفت العيان، هو كان الني جوينت واحد وما عندوش اي اذر مانيفستيشن ولا اذر جوينت. المهم انا بصيت على الكالتشر لقيتها نيجاتيف، بصيت على اسف نيجاتيف فور بروسيلا، بس كانت مطلعه انتيبيوتكس بوزيتيف، يعني كانت قايله ان فيه بكتيريا بس ما هوش مشخصين نوع البكتيريا. فرجعت الانتيبيوتكس، لاحظت انه الانتيبيوتكس بتاعت البروسيلا هي اللي طالعه بوزيتيف في المزرعه، فانا بس غيرت الانتيبيوتك. يعني اتناقشت مع الجراح وقلت له انا متوقع ان ده بروسيلا، راجل كبير وعنده مزرعه جمال، فتوقعت انه عنده بروسيلا، فقلت له بس احنا هنغير الانتيبيوتك، هنختار الانتيبيوتكس بتاعت البروسيلا. يعني في طلع حاجات كتير بوزيتيف، هم كانوا مختارين حاجات بعيده عن البروسيلا، انا اخترت الحاجات بتاعت البروسيلا. فالحمد لله العيان استجاب، ويعني فرق معاه انه خد ادويه البروسيلا. السؤال بقى ايه علاج البروسيلا؟ يا قولوا لي الانتيبيوتكس اللي بتتاخد في البروسيلا. دوكسي مايسين يا دكتور. برافو، الدوكسي سايكلين. ها ايه تاني؟ الريفامبسين. الريفامبسين برافو. ايه كمان؟ ها التترا سايكلين. لا التترا سايكلين، لا مش التترا سايكلين بقى، انت كنت هتقولي حاجه ثانيه. الستريبتومايسين، الستريبتومايسين كانجكشن، والدوكسي سايكلين، دول الاثنين انجكشن. والاورال اللي انت قلته اثنين، باقي واحد اللي هو ترايمسوبريم اللي هو كوترايمكسازول ومعاه السلفا، ده بيجيب نتائج كويسه. فاحنا عندنا حاجات انجكشن وحاجات اورال. بالنسبه للقاعده في السيبتيك ارثرايتس ان انا ادي اسبوعين اي في، فاحنا لازم نبدا في الاول اسبوعين بانجكشن ونبدا معاهم اورال. حاجه اورال دي مانداتوري ان احنا لازم نديه اللي هو ايه؟ الدوكسيسايكلين. ايوه الدوكسيسايكلين برافو، هو الدوكسيسايكلين هو الاساس، وبنعمل معاهم كومباينيشن في اول اسبوعين بالاي في انتيبيوتيك، وبندي احيانا تريبل سيرب. تريبل سيرب از بريفيرد، وان انجكشن فروم ذا فيرست 2 ويكس اند تو اورال فور 6 ويكس. عندنا الجنتامايسين والستريبتومايسين، وانا هحط لكم الدوزز تبقوا تذاكروها، الدوكسيسايكلين والريفامبيسين والترايمسوبريم سلفاميثوكسازول، دول الاورال. فبنعمل كومباينيشن، واحد انجكشن في اول اسبوعين ومعاه اثنين اورال، وعاده الدوكسيسايكلين بيبقى واحد منهم، يعني دوكسيسايكلين ومعاه ريفامبيسين، دوكسيسايكلين ومعاه ترايمسوبريم. طب ليه يا جماعة؟ أولاً ليه بندي نوعين؟ النقطة الثانية، ليه بندي فترة طويلة في البروسيلا؟ الملتبليكيشن يا دكتور بتاعها يكون طويل. يبقى الملتبليكيشن أو البكتيريا يكون طويل. ماشي، هي في ترم يعني معتمد أكتر، نقول إيه إنه بيحصل ريلابس، يعني أنت لو وديت أسبوعين مثلاً ووقفت تلاقي رجعت بعد فتره، فبيحصل ريلابس لانه هو اورجانيزم نفسه طويل وبيدخل جوه السيل، بيدخل انتراسيلولر زيه زي التي بي. حتى الادويه متشابهه بين التي بي والبروسيلا، اورجانيزم عنيد وطويل المدى ومحتاج ان احنا برضو نديله لونج كورس اوف انتيبيوتيك. بالنسبة للبروسيلا العادية بتاخد 6 أسابيع، بالنسبة للبروسيلا اللي في الجوينت أو العاملة أوستيومالايتس بنديها 12 أسبوع
واحيانا بنمد لغايه 6 شهور في بعض الحالات لو هي اجريسيف. طيب في اي سؤال في البروسيلا؟ ممكن يا دكتور سؤال على البروسيلا بقى؟ تفضل. ممكن بتعمل زي التي بي جرانيلوما ولا لا؟ لا جرانيلوما ما قريتهاش. لا لا هي هي بتعمل ممكن تعمل ابسس ممكن تعمل جوينت ديستراكشن ممكن تعمل تينوساينوفايتس ممكن تعمل سوفت تيشو انفكشن لكن ما قريتش انها بتعمل جرانيلوما. الجرانيلوما مشهوره في التي بي. دكتور احمد اتفضلي. لما اكتب السيرولوجي اكتب ايه؟ انتي بروسيلا انتي بودي كده ولا اطلب بروسيلا اجلوتينيشن تيست؟ انا شفت كده في النت بيكتبوا بروسيلا اجلوتينيشن تيست. ويكتبوا ايه بالسيرولوجي؟ احنا بنكتب الانتي بروسيلا انتي بودز اللي هي اي جي ام واي جي اي جي جي. ايوه نعم دي اللي احنا بنطلبها عندنا. ناخد الحالة دي كده 37 years old male complaining of pain and swelling in the metacarbophalangeal joint and wrist joint bilaterally. 3 months ago he developed dry cough, night fever and sweating with loss of weight. He is currently febrile, hemoglobin blood pressure 100/78, heart rate 88, respiratory rate 18, oxygen saturation 95% on room air. Symmetrical polyarthritis, MCBs, BIBs, rest and reduced the breath sound in the upper loop, right upper loop. نشوف السؤال. What is the next step in evaluating this patient? Check rheumatoid factor and CCB ولا الهيباتيتس سيرولوجي ولا ندور على الكوانتيفيرون والتشيست اكس راي ولا بايلاترال اكس راي اوف ذا هاند؟ كوانتيفيرون تي بي سكرين فور تي بي. طيب نقول بقى ليه اخترنا التي بي؟ ما احنا لازم نبقى عارفين لوس اوف ويت والنايت فيبر. ايوه يبقى عندي في لوس اوف ويت وعندي شيست سيمتومز وعندي ابيكال ابر لوب افكشن وده المكان اللي دايما نتوقع فيه التي بي في اللنج. خلي بالكم انا الحاله اللي فاتت كانت جايه ببيكتشر اوف سبونديلو ارثروباسي. الحاله دي جايه بيكتشر شبيهه بايه يا جماعه؟ الروماتويد. ايوه شبيهه بالروماتويد. التي بي بيعمل حاجه شبيهه بالروماتويد اسمها ايه؟ بيعمل بولي ارتيكولار مانيفستيشن روماتويد لايك لها اسم عشان ده بنسالها في الامتحانات. لو في مستر تيرايات يا دكتور؟ لا كابلز اونكومر. لا اقولها انا بقى واخد الشوكولاته بتاعت الدكتوره مرو. حد بعت اجابه في الشات. مش عارف افتح الشات. المهم طيب اسمها بونست ديسيز. بونست ديسيز بولي ارثرايتس روماتويد لايك وتبقى دي رياكتيف ارثرايتس. انما التي بي عاده بيجي مونو ارثرايتس بيختار مكان في الباك. قلنا بيختار ايه؟ تاني معلش يا دكتور. تراكولا. ايوه برافو سوراكولام. ثوراسيك سباين بيختار الثوراسيك او الثوراكولامبر اريا. التوبركلوس ارثرايتس 50% has active pulmonary TB, poor socioeconomic status, contact with TB patient or immunocompromised patient. برضو يا جماعة العيانين بتوعنا بنتوقع فيهم التي بي. وانا كان عندي حالة لوبس دخلت في
تي بي وكانت دخلت في ميلياري تي بي، وطبعا كانت في صعوبة بالغة في علاجها الحمد لله، وعدت من المشكلة دي، بس كانت الأدوية كمان دخلتها في ليوكوبينيا، وكانت في صعوبة بالغة. فخلي بالكم من التي بي مع المرضى بتوعنا. ويت لوس، لو جريت فيفر اند سويتنج، انسيديوس اونست. قلنا البروسيلا والتي بي بيجوا كده على الهداوة بالراحة، غير البكتيريا اللي هو السيبتيك ارثرايتس. Slower progression with minimal inflammatory signs. بنلاقي يعني بين وسويلينج بس ما هوش أجريسيف قوي. عشان كده ده بيدخل في differential diagnosis مع الأوتوميون ديسيز. بنلاقي restricted range of motion. العيان بيبقى فيه severe stiffness وفيه muscle wasting and muscle spasm. علشان خاطر الانفكشن الموجود في المسلز بتدخل في نوع من الاسبازم، فبنلاقي صعوبه في الاكزامينيشن وحركه المفصل. تيوبركلس بولي، تيوبركلس سبونديلايتس، دي بنشوفها في 50% من الحالات. لوور ثوراسيك اند ابر لامبر فيرتبري. انفكشن ستارت ان ذا انتيريور اسبيكت اوف ذا انترفيرتبرال جوينت، spread behind the anterior ligament to adjacent vertebrae. Infection will involve the disc later. خلي بالكوا دي مميزة للتي بي، انه بياكل العظم ويسيب الكارتليج للآخر، يعني الكارتليج آخر حاجة بتتاكل. فبنلاقي الجوينت سبيس ما بيتأثرش في الأول وبيتأثر في الآخر. البيشنت كومبلين اوف باك بين ويز اور ويزاوت انفلاماتوري فيتشرز. مشكلتنا ايه بقى؟ مشكلتنا في الدستركشن اللي بيحصل، فيرتبرال بودي دستركشن اند باراسباينال ابسس. بيعمل طبعا الكولد ابسس ده مشهور جدا، فيرتبرال كولابس اند كايفوزس، وده للاسف ممكن يؤدي الى كورد كومبريشن اند بارابليجيا. العيان اللي بيوصل لمرحلة انه دخل في كولد ابسس، يعني لم يكتشف ودخل في كولد ابسس، عادة يخرج بنيورولوجيكال بروبلم. انا اتذكر شاب كان طالب في كلية هندسة، كان جالي عيادتي في مصر قبل ما سافر، وللأسف جالي بارابليجيا. يعني اول ما شفته اول برزنتيشن بارابليجيا، بس كان فيه سيفير باك بين، وكان فيه يعني علامات انفكشن واضحه يعني، وكان فيه كايفوزس، وعملنا الاكس راي، حتى البلين اكس راي طلع فيها الكولد ابسس والدستراكشن، والعيان طلع تيوبركلس، وخد طبعا لونج تيرم انتي تيوبركلس ميجرز. المنظر ده ما يتنسيش، بتاع البوتس ديسيز والكولد ابسس. البريفرال ارثرايتس بنشوفها في 35% من الحالات. الجوينت از يوجوالي مونو ارتيكولر لارج ويت بيرنج جوينت، بياخد الهيب والني والشولدر. الاكس راي فيها ترياد، لازم ده تحفظوه ما تنسوهوش: جاكستا ارتيكولر اوستيوبروزس، بريفرال ايروجن، and gradual narrowing of the joint space. وده tuberculous arthritis في الشولدر جوينت في البلين وفي الام ار اي، واضح فيها الترياد اللي قلنا عليه. tuberculous osteomyelitis affect the long bones femur and ulna and also small bones, short bones of the hands and the feet may also affect it في الأطفال. Soft tissue tuberculosis عندنا البرسايتس والتينوساينوفيتس والمايوسايتس والفاشيايتس، بس دي الحقيقة رير إن احنا نشوفها، لكن هو موجود في العظم، يعني osteomyelitis موجودة، السباين affection مهم جدا، والبريفرال جوينت. اريسيما نودوزم اند اريسيما انديورم
ودي موجودة في حالات التي بي. The diagnosis of TB, synovial fluid is non-hemorrhagic, turbid, with raised proteins and increased leukocytic count, بس ما بيبقاش عالي قوي، بيبقى من 10,000 ل 20,000، ما بيوصلش ل 40,000 وال 50,000 بتوع septic arthritis. Low glucose, synovial fluid smear for acid fast bacilli بتبقى بوزيتيف في 40% فقط. يا جماعة لازم نتوقع التي بي ونحطه في بالنا، وهندور عليه بعدة طرق. أولا الاي اف بي هنديه دواء بيجي في 40%، بنبعت كالتشر، والكالتشر برضو خاصة بالتي بي، يعني العيان فور تي بي ديت بتجيب 80%. أحيانا نلجأ للبيوبسي علشان السنستيفتي بتاعتها بتوصل ل90%، واحيانا يا جماعه نعالج امبيريكال، احيانا بنعالج التي بي امبيريكال انتي توبركلوس ميجرز. الاكس راي طبعا بتساعد، وخصوصا الاكس راي تشيست عشان لو فيه يعني ابيكال ليجن ده بيشجعنا اكتر ان احنا مع تي بي، وكذلك التوبركلين والجولدن كوينتي فرونتست. حد لو حد شاطر بقى يقول لي ايه الفرق بين التوبركلين تيست اللي هي المنتو تيست وبين الجولدن كوانتيفيرون، وليه بنطلب الاثنين مع بعض؟ التوبركلين يا دكتور بيتعمل في الاسكان وممكن يطلع بوزيتيف للناس اللي واخده البي سي جي فاكسين، برافو عليك. الكوانتيفيرون تيست دوت ادق منه. برافو عليكي. هو الكوانتيفيرون هيقول لي العيان دوت اصيب ولا لا، بس مش هيقول لي العيان فيه ليتنت تي بي او اكتيف تي بي. ميزه المانتو تيست ان هو بيقول لي بقى هنشوف الانديوريشن كام، وصل 15 مللي ولا عدى ال 15 مللي، وصل 20، فحسب اتساع التوبركلين تيست الانديوريشن بتاعها بنقدر نحدد هل العيان دوت في ليتنت تي بي او اكتيف تي بي. البونس الديسيز اللي قلت لكم عليه ده بنسميه تيوبركولر روماتيزم. البونس الديسيز نون ديستركتيف اوليجو ارتيكولر بولي ارثرايتس رياكتيف، هي رياكتيف ما هيش اكتيف انفكشن، انما عاده التي بي بيبقى في الصدر، ممكن نلاقيه في اذر اريا، لكن الجوينت هنا بيبقى ستيرايل. اسوشيتد مع اريسيما نودوزم، ابسكليرايتس اند يوفيتس، دياجنوزس باي اكسكلوجن اند سبسايد كومبليتلي افتر انتي توبركلوس تريتمنت. السؤال برضو اللي سالناه، ما نفعله كل ليله، ما نساله كل ليله، ما هو الانتي بيوتيك اللي احنا هنعطيه هنا؟ الانتي توبركلوس ميجرز، قولوا لي الانتي توبركلوس كده اللي انتوا عارفينه. اي ان اتش يا دكتور، ريفامبيسين. اي ان اتش، ريفامبيسين، ايه كمان؟ خلي بالك انا الاثنين دول بيعملوا، الاثنين دول بيعملوا الليكوبينيا، والمريضه اللي كانت عندي ما نفعش معاهم الاثنين، هندي ايه تاني؟ ايثامبيتول. وايه كمان؟ بايرينامايد. ايش؟ ستريبتومايسين. الاريثروميسين؟ لا مش الاريثرو، ستريبتومايسين. لا، السيبروفلوكساسين. السيبروفلوكساسين من البدائل المستخدمة في التي بي. طيب أنا حطيت لكم الأدوية بالجرعات بتاعتها. Early aggressive regimen duration من 6 ل 18 شهر، يعني المريض العادي ممكن ياخد 6 شهور، لكن المريض اللي داخل في الجوينت في العظم التي بي بتاع العظم بنطول، ممكن نقعد سنة ونص نديله علاج. Standard regimen of rifampicin أو INH، والدوز rifampicin 600 في اليوم والـ INH 300 نصه. هنضيف عليهم كمان اتنين دراجز، يعني احنا هندخل بأربع أدوية، هندخل بأربع أدوية.
الدوانين الستاندرد الريفامبسين مع الاي ان اتش، وهنضيف عليهم كمان ايثامبيتول وبايرازيناميد، وهم جرعتهم واحده 30 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم بس اول شهرين. يعني هنعمل علاج رباعي لمده شهرين وبعدين هنكمل بالستاندرد بتاع الريفامبسين والاي ان اتش. ممكن نحتاج سباينال سيرجري لو عندي كورد كومبريشن او ديفورميتي. الجدول ده جدول ظريف بيقارن ما بين البروسيلا والتي بي، لان الحقيقه الاثنين قريبين قوي من بعض. البروسيلا بتاخد اللمبر، التي بي بياخد الدورزل. الفيرتبري بنلاقي مالتيبل اريا في البروسيلا وكونتيجيوس، ممكن تبقى ملتحمه مع بعضيها وممكن تبقى اماكن متباعده، انما التي بي هتلاقيهم مع بعض كوليكشن. البص بيعدي من ورا الليجامنت ويدخل من فيرتبري على الثانيه، ممكن ياكل 3 4 مع بعض كونتيجيوس حته واحده كده. الديسكايتس هتيجي في البروسيلا ليت، في التي بي هتيجي ايرلي. بالنسبه للبودي في البروسيلا هيبقى البودي انتاكت، انما التي بي بياكل العظم، بياكل العظم بتاع البودي بتاع الفيرتبري، ويسيب ايه قلت لكم، ويسيب الكارتليج للاخر، بيحلي بيه في الاخر. الكنال كومبريشن رير انه يحصل في البروسيلوزس، لكن كومن قوي في التي بي ان العيان يجي ببارابليجيا. زي ما قلت لكم الشاب اللي جالي اول برزنتيشن ببارابليجيا. الاوستيوفايت ممكن نلاقي انترولاترال في البروسيلا، انما في التي بي ممكن ما نلاقيش اوستيوفايت، لانه هو بياكل العظم، ما بيديش فرصة انه يطلع عظم جديد. الديفورميتي ممكن يحصل ويدجينج، وده قليل في البروسيلا، لكن في التي بي فيري كومن انه يحصل الويدج، والمنظر اللي وريته لكم في الام ار اي. الريكفري في البروسيلا بيحصل ريكفري وذ سكليروزس، انما في التي بي ممكن نلاقي الدنيا ملخبطه في ديستراكشن في الفيرتبري او الجوينت. البارافيرتبرال ابسس سمول واللوكالايزد في البروسيلا، وممكن يعني انا فاكر حاله كان عامل ابسس ما بين الفقرتين وبعض، يعني ابسس صغير كده في مكان الديسك، يعني بنسميه انفكتيف ديسكايتس او ديسكايتس نتيجه البروسيلوزس. انما في التي بي لا، ده المسألة بتبقى إيه؟ واسعة. كومن إن إحنا نلاقي أبسز ديسكريت لوس أند ترانسفيرس بروسس. السوس أبسز فيري رير في البروسيلا وكومن في التي بي. ناخد فصل بالمقولة العظيمة دي. قال الشافعي رحمه الله: ليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع. فخلوا نيتكم يا جماعة في العلم لنفع الناس وتخفيف ألمهم. إحنا بنتعلم عشان ننجح في الامتحانات، ماشي، ده جزء. نتعلم عشان نعلم غيرنا، ده جزء. إنما الجزء الأساسي إن أنا بتعلم عشان أفيد الناس وأخفف ألمهم. أنا هقول لكم مثال بسيط. أنا شرحت لكم في محاضرة تقريبا بتاعت الروماتويد إنه الأنتي تي إن إف ما ينفعش في حالتين، تي إن إف كونترا إنديكيتد في حالتين. مين فاكر الكلمتين دول؟ في الكاردياك ديزيز، برافو، في الهارت فيلير، وإيه كمان؟ ودي مايليشن يا دكتور؟ دي مايليشن، دي مايليشن، تي بي. ماشي، الانفكشن على الكل يعني، انما اقصد حاجه غير الانفكشن، هم المرضين دول اللي ما ينفعش فيهم. فبعد ما قلت لكم المعلومه دي، جات لي مريضه في العياده لسه قريب كده من كام يوم،
وانا بقلب في الملف لقيتها راحت الكارديولوجي وعندها هارت فيلير وبتاخد دايوريتك وانتي فيلير ميجر. فافتكرت الكلام اللي انا قلته لكم، كنت عمال اقول لكم في المحاضره ما تدوش الانتي تي ان اف في العينين اللي عندهم هارت فيلير لانه هيزود الهارت فيلير. فعلى طول ايه قلت للعينه وقفي الانتي تي ان اف ومشيتها على تراديشنال سيرابي. ف يعني عايز اقول لكم انه المعلومات اللي بناخدها احنا بناخدها علشان نفيد بها المرضى، وليس فقط للحفظ، وليس فقط ان احنا ننجح في الامتحانات. ربنا ينجحكم، ولكن استخدموها في نفع المرضى وتخفيف ألمهم. هننقل بقى على نوعين كده خفاف، لطاف زراف برضو تبع البكتيريا. في عندي الويبلز ديسيز. الويبلز ديسيز بيجي من تروفيريما ويبلاي، وبرضو لها HLA-B27 بريدكشن، بتميل للعيانين اللي عندهم HLA-B27. Non-destructive arthritis preceding the onset of abdominal pain and diarrhea by years. يعني ممكن المسألة تبدأ بالجوينت قبل ما تبدأ بالGIT manifestation. Associated fever, lymphadenopathy, hyperpigmentation, loss of weight, cardiac and neurologic involvement. يا جماعة الموضوع رير، بس انت كروماتولوجيست او انت كواحدة شغالة روماتولوجيست ما ينفعش ان انتوا تعدي عليكم الرير. يعني لو واحد جنرال ميديسن او جي بي وعدت عليه مقبول لانه ده مش تخصصه، انما احنا اللي نعالج بقى الرير كيسز. لو سمحتوا يا جماعة لو حد عنده نويز او كده ميوت من عنده. طب اقفلوا الميوت يا جماعة، واللي عايز يسأل يبقى يفتح. ماشي. ال 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 الواحد بيتلخبط من المداخلات دي. احنا بنتكلم في الويبلز ديسيز، بيبقى معاه اسوشيتد فيفر، لينفادينوباسي، هايبر بيجمنتيشن، ويت لوس، كارديك انرولوجي. بقول ان احنا كروماتولوجيست احنا بتوع الرير كيسز دي، لان هو ده العيان بيلف يلف يلف وبعدين يقع في الروماتولوجيست علشان هو اللي يكتشف الحته دي. الرير ديزيز ده لازم نبقى حاطينه في بالنا وما يعديش علينا. ديتكشن اوف اورجانيزم باي بي سي ار ان ذا سلايفا، جاستريك جوس، انتستينال بايوبسي، احيانا بالاندوسكوبي ياخدوا عينه وهي اللي تكتشف لنا الويبلز ديسيز، او عينه من السينوفيال فلويد. برولونجد كورس اوف انتي بايوتيك. ايه الانتي بايوتيك سبيسيفيك للويبلز ديسيز؟ سبرودول يا دكتور. سيفترايكزون يا دكتور. لا سبرودول يا دكتور، دواء رخيص وابن حلال. سيبترين او بكترين. برافو، السيبترين السلفة. يعني شوفوا هو مرض طويل المدى وعامل للعيان مشاكل في جسمه كله، بداية من الجهاز الهضمي في المفاصل وفي الاخر علاجه بالسلفة. انا عامل لكم صورة ظريفة كده عشان نفتكر الويبلز ديسيز، منزلها من النت. طبعا عندنا دايريا وستيتوريا دي، نبدأ كده من يمين إيدينا، يعني مش يمين الشاشة، من إيدك اليمين كده. في عندنا دايريا عند ستيتوريا، نجيب العيان من فوق لتحت. افتكروا كلمتي دايما من مفرق رأسه إلى أخمص قدمي. عندنا انكيفالوباسي، ممكن لينفادينوباسي، مالابزورشن عند دايريا، وأرثرايتس. وطبعا ممكن نكتشف الميكروب في مزرعة بالنسبة للستول أو البلاد أو الجوينت. ده يعني الصورة دي تفتكروها
وتفتكروا معاها الويبلز ديسيز وعلاجه في الكوترايمكسازول سلفاميثوكسازول وترايمسوبريم. اللايم ديسيز ده بيعملوا نوع من البق بوريليا بورجدورفي انديميك اريا، يعني للأسف ده انديميك أساسا في أمريكا وأوروبا وشرق أسيا. طب اللي شاطر يقول لي المرضى في الوطن العربي مين اللي بيجي لهم وبيجي لهم فين؟ إيه الأماكن اللي مشهورة أنه يحصل فيها المرض ده؟ المرضى اللي شغالين فين؟ لا صح صحوا معايا كده، أنتوا نمتوا ولا إيه؟ معاك يا دكتور معاك. إحنا قربنا نخلص، أنا قلت لكم هو ما هوش إنديميك في العالم العربي، هيجي لنا إزاي؟ ها؟ من المسافرين ده؟ سياحة؟ أيوة برافو، يجي في المطارات ويجي في البضائع ومع السفن، يجي في الشحن والتفريغ اللي شغالين في الميناء واللي شغالين في البضائع في الشحن والتفريغ، فدول نخلي بالنا منهم انه ممكن يكون عندهم اللايم ديسيز. اريسيما مايجرين فيفر شيلز فاتيك بودي اكس اند ليمفادينوباسي هيديك مننجايتس بيلز بولسي ميجراتوري ارثرايتس ذات كومنلي افكت ذا نيز اند اذر لارج جوينتس. دياجنوز از يوزوالي استابليشد باي سيرولوجيك تيست اند تريتد ويز ها. قولوا لي برضو الدواء، دواء رخيص وابن حلال بس غير دوك، ايه الدواء اللي هيشتغل على اللايم ديسيز؟ الدوكسي سايكلين. برافو عليك، الدوكسي سايكلين دي اجابه صحيحه. ده منظر كده نفتكر بيه عيان اللايم ديسيز. نجيبه برضو من يمنا كده، طبعا هو رسم صوره البق. عندنا هيرينج لوس باراليسيس اوف ذا فيس heart complication syncope palpitation dyspnea hot swollen painful joints rash in the site of tick bite flu like symptoms insomnia and psychological problems. ده اللايم ديزيز. احنا بقى لنا يعني حوالي ربع ساعه كده ان شاء الله هناخد الحالة دي، ودي هتفتح لنا الجروب الأخيرة اللي باقية معانا. 34 years old female patient presented to your office with initial evaluation. 6 weeks history of bilateral symmetrical pain and swelling in her hands, knees, ankles and feet. Her symptoms started when she went to Sudan. Initially, she developed fever, chills, myalgia and rash last for 2 weeks. Which of the following is mostly the cause of patient symptom? Rheumatoid arthritis, polyarticular, bilateral, symmetrical, small joints of the hand, ولا dengue fever, ولا psoriatic arthritis, ولا fibromyalgia? B. دكتور علي؟ ايوه يا باشا مع حضرتك. انت منور يا باشا. احنا بنسعد كده لما حضرتك بتشرفنا، وبعدين احنا عايزين الله يكرمك يا فندم ندبس حضرتك في محاضره، هندبس حضرتك في محاضره قريب ان شاء الله. عندنا الدنج فيفر، علشان طبعا المريضه راحت السودان، وعشان انا مش باقي لي غير الفيرال، فانتوا اكيد هتقولوا هو الدنج فيفر، فناخد بالنا انه الفيرال ارثرايتس بتيجي بروماتويد لايك بيكتشر، بس بيبقى فيه فيفر في الاول، وممكن انديميك اريا يعني عيان راح السودان فيها الدنج فيفر. افريقيا عموما يعني مليئه بالفيروسات المختلفه وصولا الى الايدز. الهيباتايتس موجودة في مصر، عشان كده احنا بي والسي ونتوقع الهيباتايتس. فالفيرال انفكشن مهم جدا، وانا قلت لكم قبل كده في
الدياجنوز اوف روماتويد. ليه احنا بنقعد 6 اسابيع؟ احنا بنقعد 6 اسابيع عشان النقطه دي، علشان بيتشابه مع الفايرال انفكشن، فممكن الفايرال انفكشن ينتهي في خلال 6 اسابيع والعيان يرجع نورمال سيلف ليميتنج ديزيز. فاحنا ما نشخصش روماتويد الا بعد مرور 6 اسابيع. طيب هناخد بقى يعني محطات كده سريعة شوية، أحاول إن أنا يعني أمر مرور الكرام. أول حاجة الكوفيد 19. الكوفيد 19 يا جماعة بيعمل ثلاث حاجات كومن في العيانين بالدراسات: الفتيك، الأرثرالجيا، أندومايالجيا، والنسب بتوصل ل 50% أو أكثر. The joint manifestation may persist in 25% of patients after recovery of COVID for a variable time. There is weak evidence support that our rheumatic patients are more susceptible to infection with COVID-19 or bad outcome. يعني ما فيش علاقة مباشرة بين أن مرضى الروماتويد هيحصل لهم، لكن وجدوا في علاقة مع الأجريسيف تريتمنت، الهاي كورتيكوسترويد والروتوكسيماب والاندوكسان اي في، دول الثلاثه اللي وجدوا في علاقه مع الكوفيد 19. الارتيكولار مانيفيستيشن اوف هيباتايتس بي فيروس. الهيباتايتس بي ممكن نلاقي اكيوت هيباتايتس بي فيروس انفيكشن، ممكن يعمل لنا اكيوت سيمتريكال بولي ارثرايتس اوف اي بي انكل ني that occur before the appearance of joints. يعني ممكن العين يبدأ بالبولي articular manifestation قبل الهيباتيك manifestation. 25% of chronic hepatitis B virus report joint symptom. We can found rheumatoid factor positive and low C3 and C4 and could be complicated by mixed cryoglobulinemia أو بولي أرتريتس نودوزا. هنتكلم على البولي أرتريتس نودوزا والميكسد cryoglobulinemia بعد الهيباتيتس سي، لأنه هم موجودين في الاثنين، ممكن يحصلوا بعد الهيباتيتس بي وممكن يحصلوا مع الهيباتيتس سي. بس نفتكر إنه الهيباتيتس بي أو سي بيحصل معاها بولي أرتيكولار مانيفستيشن روماتويد لايك، ممكن تيجي في الأكيوت ستيج وممكن تيجي كرونيك بعد كده. ده المنظر العام بتاع الهيباتيتس بي. طبعا ممكن خلونا نبدأ من الشمال. هيماتولوجيكال كومبليكيشن ميكسد كرايجلوبينيميا، أبلاستيك أنيميا، ثرومبوسيتوبينيا، ونون هوجكين ليمفوما، درماتولوجيك كوتينيوس نيكروتايزينج فاسكولايتس، الرينال طبعا ممكن يجي بلومينونفرايتس ونفروتيك سندروم. الهيباتيتس بي يا جماعة أجريسيف ديسيز، خصوصا الكرونيك هيباتيتس بي اللي بيقلب كرونيك. في الاندوكراين ممكن يجيب دايابيتس، والفاسكولار طبعا بيعمل اخطر حاجه البولي ارترايتس نودوزا. فالهيباتيتس بي انفكشن مهم جدا، وكان الدكتور علي تفضل بسؤاله فتح لكم انه العيانين اللي عندهم هيباتيتس بي لازم في ضوابط ان احنا ومعاهم روماتويد فاكتور بوزيتيف، دول لازم نعالجهم الأول من الانفكشن، ولينا ضوابط في العلاج. الارتيكولار مانيفستيشن اللي مع الهيباتيتس سي عندنا أرثرالجيا، دي هي الكومن غير الهيباتيتس بي. هنا البين والأرثرالجيا هي الكومن. ممكن نلاقي روماتويد لايك انفلاماتوري أرثرايتس واخده الريست والهاند وروماتويد فاكتور بوزيتيف، بس دي ليس كومن، قليله قوي في الهيباتيتس سي. لكن ممكن نلاقي رياكتيف أرثرايتس واخده بيج جوينت وفي اللور ليمب، نفس المواصفات بتاعت الرياكتيف أرثرايتس. وممكن نلاقي سكندري سيكا سندروم، ودي فيري كومن. يبقى في الهيباتيتس سي ممكن الاقي بين، ممكن الاقي روماتويد لايك، ممكن الاقي رياكتيف، ممكن الاقي سكندري سيكا سندروم. الكرايجلوبولينيميا والبولي أرتريس نودوزا ممكن يحصلوا مع الاثنين، ممكن يحصلوا مع الهيباتيتس بي، ممكن يحصلوا مع الهيباتيتس سي.
الكريوغلوبينيميا دي سمول فيسل فاسكولايتس بريزنتد ويز بيربرا رينودز ارثرالجيا مالجيا اند بولي نيوروباسي اند رينال افكشن. انما البولي ارتريتس نودوزا دي بتاخد اكتر حاجه الميديم فيسلز وبالذات بتاعه الابدومين. العيان اكتر شكوى بيجي بيشتكي من ايه بتاع البولي ارتريتس نودوزا؟ ابدومينال بين. ابدومينال بين شكله ايه؟ امتى يجي اكتر؟ بوست برانشيال بوست برانشيال. ايوه برافو عليك، بعد الاكل. ودي قلت لكم عليها قبل كده ان بنسميها ابدومينال انجينا، مش التشيست انجينا او الكاردياك انجينا. بتيجي نتيجه ايه؟ من العيان بيمشي بيعمل مجهود فبيحمل على الكوروناري فيسل، بيعمل كوروناري اسكيميا فبيعمل انجينا البين. في الابدومن الاكل وحركه المعده والانتستين بتدخله في انجينا البين برضو، بنسميه ابدومينال انجينا. طيب التكياسو ديسيز والتمبرال ارترايتس بيعملوا حاجتين برضو كده، نوع من البين بيعملوا ايه؟ التكياسو بياخد ايه؟ طيب التكياسو بياخد ايه؟ اللارج فيزل اللي طالعة من الأورطة، البيج برانشز اللي طالعة من الأورطة. فبتضرب إيه؟ إيه أول حاجة في طريقها؟ تكياسه بيضرب السبكليفيان ويأثر على الليم فيعمل حاجة بين مشهور الكلوديكيشن بين. ده اسكيميك بين، بنسميه ليمب أنجينا، بنسميه إيه؟ ليمب أنجينا. ليمب أنجينا نتيجة استخدام الإيد، لو شال بها حاجة أو رفع بها حاجة بيحس بسيفير بين مع استخدام الإيد، وخصوصاً لو بيرفعها فوق مستوى الجسم فبتظهر الإسكيميا أكتر. طيب في كمان بين بتاع التيمبورال أرترايتس، في برضو نوع من البين جوكلوديكيشن. برافو عليك، برافو. الجوكلوديكيشن ده نوع من الأنجينا البين، أو بنسميه الفك اسمه ايه؟ انا الفك اسمه ايه؟ ماستيكيشن بين. ماستيكيشن بين هو ده، او ماستيكيشن انجينا. فعندنا دول اربع انواع من الانجينا يعني، بس نفتكر بتاع البولي ارتريتس نودوزا ده ابدومينال انجينا. Small and medium vessel vasculitis, acute onset of fever, weight loss, abdominal angina, polyneuropathy, hypertension, and microaneurysm. طبعاً أنا بحاول أستعرض الأمر بسرعة، لكن اللي يهمنا فيها في المحاضرة النهاردة اللي هي joint manifestation الخاصة بالهيباتيتس أو الخاصة بالفيرال infection عموماً. المنظر ده تجميعة خاصة بالهيباتيتس سي. ما أنا عشان برضو أكتشف إن ده جوينت مانيفستيشن من الهيباتيتس سي، ممكن العيان ما يكونش يتشخص أصلاً، فأنا يبقى لازم حاطط في دماغي المانيفستيشن بتاعة الهيباتيتس أصلاً. يعني ممكن يبقى الفيرست بريزنتيشن جوينت، وأنا مطلوب مني كراجل شغال في تخصص متخصصات البطنة إن أنا أكتشف المرض. فنخلي بالنا من الجوندس، نخلي بالنا من الهيباتوس بلينوميجالي، نخلي بالنا من السيستميك مانيفستيشن اللي موجودة هنا، وتبقوا تراجعوها راحتكم. إنما الجدول ده هنتوقف عليه، ده جدول مهم بيفرق بين الارتيكولار مانيفستيشن اوف هيباتيتس بي اند هيباتيتس سي والتريتمنت بتاعهم. احنا هنلاقي التريتمنت في الاخر واحد حسب البرزنتيشن، لكن البريزنتيشن هو اللي هيفرق من بي لسي. قلنا الهيباتيتس بي ممكن يجي باكيوت سيمتريكال بولي ارثرايتس بالذات في الاكيوت ستيج، في الكرونيك ممكن يجي بارثرالجيا او ممكن يجي ب كرونيك ساينوفايتس في 1 اور 2 جوينت. بالنسبه للاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن قليله، الهيباتيتس بي بولي ارثرايتس نودوزا within 6 months of infection. طبعا اقل من السي، هي مشهوره اكثر الفاسكولايتس مع الهيباتيتس سي
اكتر من الهيباتيتس بي. انما الهيباتيتس بي فيها جوينت مانيفستيشن اكتر من الفاسكوليتيك مانيفستيشن. الهيباتيتس سي بنلاقي معاها ارثرالجيا هي الاشهر، وممكن نلاقي هيباتيتس سي ريليتد ارثرايتس، وقلنا في منها نوعين، ممكن تيجي روماتويد لايك وممكن تيجي رياكتيف ارثرايتس، وممكن نلاقي الرياكتيف دي اوليجو ارتيكولار بمواصفات الرياكتيف، او نلاقي سكندري سيكا سندروم. طيب الاكسترا ارتيكولار مانيفيستيشن دي بقى فيري كومن، ممكن نلاقي كرايجلوبولينيميا، هيباتيتس سي بولي ارترايتس نودوزا، ممكن كوتينيوس مانيفيستيشن، سيكا سندروم، اوتو انتي بوديز، اند رينال افكشن. الهيباتيتس سي از اجريسيف ديزيز، وممكن يجيب الجسم كله، ممكن يجيب من السي ان اس لغايه قدم رجليه من تحت. التريتمنت عاده سيمتوماتيك، اهم حاجه في التريتمنت تريتمنت اوف فايرال انفكشن، يبقى ان احنا نعمل تريتمنت للهيباتيتس بي والهيباتيتس سي، والحمد لله العلاجات متوفره دلوقتي. لو انا عندي اجريسيف ديزيز، اجريسيف اسكولايتس، اجريسيف ميكسد كرايجلوبينيميا، علاجها بالبلازما اكستشينج اند كورتيكوستيرويد طبعا مع الانتي فايرال دراجز. او ان احنا ممكن ندي سايتوتوكسيك دراجز، لكن زي ما دكتورة مروة تفضلت قبل كده وقالت بعد ما نعالج الفيرينيميا وتتحول من بوزيتيف الى نيجاتيف، يبقى بعد الايراديكيشن اوف فيرينيميا او ريفرس اوف فيرينيميا. تبقوا تذكروا الجدول ده، الفرق بين الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي. الارتيكولا مانيفستيشن اوف اتش اي في، الاتش اي في يعني الحمد لله دلوقتي بقى اقل، وبقى السيطرة عليه طلعوا طبعا انتي فيرال دراجز كتيرة، وبقت في توعية كويسة من الهيباتيتس الاتش اي في، لكن طبعا ربنا ابتلانا بأمراض أخرى لم تكن معهودة في أسلافنا زي الكوفيد وأشكاله، فالحرب الفيروسات ما زالت مستمرة. ممكن نلاقي مع الـ HIV أرثرالجيا، ودي كومن، رياكتيف أرثرايتس، سوريتيك أرثرايتس، انفكتيف أو سيبتيك أرثرايتس، مايوسايتس، ودي ليس كومن، وتيجي أكتر مع الأنتي فيرال ثيرابي. اني ماسكوسكليتال سندروم اوف نون اتش اي في ممكن تحصل مع الاتش اي في الكومبليكيشن اوف دراجز. انا بحب دايما اجيب صوره تلخص المرض، فاحنا عندنا في الايدز عندنا سنترال، ممكن نلاقي انسفالايتس ومنينجايتس. انا هقول لكم ان في عيان الحقيقه مش انا اللي شخصته، لكن كانت دكتوره البطنه هي بعتت لي وقعدنا نتناقش في المريض، اكتشفناه من السكين ليجن كاركترستيك مع الايدز. انا جالي حالتين، حاله راجل ده كان مع دكتوره البطنه، وحاله في ميل انا اللي شخصتها، الاثنين طلعوا ايدز في الاخر. السكين ليجن ايه المشهور مع الايدز؟ في حاجه مشهوره هجيب لكم صورتها دلوقتي في السكين ليجن، اسمها ايه؟ باستيولز. لا، ها، كابوسي ساركوما. طبعا دكتور علي جابها ما شاء الله. الكابوسي ساركوما دي فيري كومن مع العيانين بتوع الايدز، هوريكم صورتها دلوقتي. الكابوسي تكون في الماوس بس ولا في الجلد؟ لا لا، كانت في الابدومن، اللي احنا شفناها دي كانت في الابدومن، والصوره اللي جايبها دي من الابدومن. احنا عندنا قلنا نجيب العيان من فوق لتحت، ممكن نلاقي انسفالايتس، منينجايتس، ريتينايتس. في اللنج بنلاقي نيومو سيستس نيومونيا، ودي فيري كومن اللي هي بي سي بي. احنا بندي ايه؟ ادويه بروفيلاكتيك عشان البي سي بي
في المرضى بتوع الاوتو اميون ديزيز والفاسكولايتس بندي ايه؟ سلفا. برافو عليك. والسلفا لا انتم ما شاء الله العلم ما بيضيعش هو الحمد لله. بس المهم العلم ليس العلم ما حفظ انما العلم ايه؟ ما نفع. ما نفع يعني افتكروا الكلام ده وعالجوا بيه العيانين، مش تحفظوه عشان الامتحانات وخلاص وتيجوا انتم بتعالجوا العيانين تنسوا الكلام ده. ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله. نيوموسيستس نيومونيا ده فيري كومن. التوبركلوزس ممكن يجي سكندري، والتيومر قلنا الكابوسي ساركوما، السكن تيومر اللي هو الكابوسي ساركوما، وممكن برضو لانج تيومر. الجاسترو انتستينال اسوفاجيتس كرونيك دايريا اند تيومر. يبقى احنا برضو ممكن واحنا بنشخص عيان كده او جاي لنا بجوينت مانيفستيشن ان احنا نلقط بعض حالات زي الهيباتيتس او الايدز. المنظر ده بتاع الكابوسي ساركوما، والمنظر الثاني بتاع البي سي بي. طب يفرق ايه عن النمونيا العاديه او يفرق ايه عن التي بي؟ حد يقول لي من منظر الاشعه. ابيكال بس بايلاترال سيستم. بايلاترال سيستم هو واخد ايه؟ واخد اللور زون اوف واخد اللور زون بتاع اللنج. بايلاترال لور زون افكشن يعني ده خاص بالبي سي بي. طيب احنا هننقل عشان انا طولت عليكم، بس بسرعه كده بقى ايه مرض او اتنين ثلاثه كده. البارو فيروس او بي 19. البارو فيروس ده بتاع الاطفال بس بيجي في الكبار مع الاب والام او مع المدرسين في المدرسه. شايفين المنظر بتاع الطفل واخد وجهه بنسميه سلاب تشيك، يعني زي ما يكون مضروب قلم على وشه ومعلمة على وشه. سلاب تشيك ده مشهور مع البارو فيروس. فلو لايك سيمتومز فيفر راش بولي ارثرايتس ان اروماتويد لايك ديستريبيوشن بارتيكولاري افتر اكسبوجر تو سيك تشايلد. بالنسبه للكبار الدنج فيفر اللي عرضنا عليها حاله. بيشنت بريزنت ويز هاي فيفر 5 تو 7 دايز باي فيزيك اور سادل باك باترن سيفير هيدك اند ريترو اوربيتال بين سيفير باك بين اند جوينت بين بريك بون اللي هي الحمى اللي بتكسر في العظم. انا عظمي بيتكسر بيسموها بريك بون فيفر او الدنج فيفر. حمى الضنك يعني اسمها حتى مرعب، حمى الضنك او الضنك. And rash appears 3 to 4 days. مصيبة الدنج فيفر في البليدنج، والعيان بيموت من البليدنج. Bleeding in the nose, gums, vagina, and easy skin bruising in severe cases. Diagnosis بال PCR during viremic phase and serology. Later on treatment paracetamol. للأسف يعني ملوش هما حاليا. طلعوا له حاجات لكن انتي فايرال يعني، لكن بالنسبه لنا احنا ما ينفعش ندي نانوسترويدال. بالنسبه للجوينت بندي باراسيتامول، النانوسترويدال ممكن يزود فرصه البليدنج. ده منظر العيان بتاع الدنج فيفر، هنجيبه برده من فوق لتحت. سيفير هيديك راش نوزيا فوميتنج جوينت مانيفيستيشن ارثرالجيا مور ذان ارثرايتس بوني بين muscle pain and eye manifestation. وطبعا مشكلته في البليدنج. الشيكنجونيا فيروس وده ايه اتفضل يا دكتور. لا يا دكتور اسف جدا خد راحتك كمان. الشيكنجونيا فيروس الفيفر والراش والهيدك acute arthritis, fatigue, myalgia, depression, and cognitive disorders. Temporary remission prior to the development of resistant arthritis. Rheumatoid-like polyarthritis
ACR recommended referral for rheumatologist evaluation if symptoms persist more than 3 months and possible treatment with DMARDs. يعني بيتشابه جدا مع الروماتويد لدرجة انه يعني ممكن بعض الحالات تتشخص خطأ انها روماتويد. السيمتومز عندنا فيفر، راش، مصل بين، سيفير جوينت بين، significant swelling of the joint and headache. وده كان آخر موضوع في موضوعات الانفكشن. احنا استعرضنا السيبتيك أرثرايتس واستعرضنا الأرثرايتس associated مع البروسيلوزيس and TB، وخدنا الويبلز واللايم ديسيز، وبعدين استعرضنا المانيفستيشن بتاعت الكوفيد 19 والهيباتيتس بي وسي and some other virus. دي كانت محاضرتي النهاردة. حاولت ان انا الفت نظركم الى تشخيص الانفكشن، differential diagnosis ما بين الانفكشن وما بين الاوتوميون ديسيز، خطورة الدراجز اللي احنا بنديها، الاميونوكمبروميز دراجز، الستيرويد والسيتوتوكسيك دراجز والبيولوجيك سيرابي، وكل ده بيؤدي الى زيادة الانفكشن. فنبقى حريصين جدا ونعرف امتى نتدخل بالدواء وامتى نسحب الدواء اذا كان هيضر العيان. انا كده خلصت. لو الدكتورة مروة معانا على الخط او الدكتور علي يحب يعلق تفضل. شكرا احمد، انا لسه واصله من السفر فانا كنت اون اند اوف طبعا، بس تسليه علميه رائعه يعني، ربنا يكرم حضرتك. الموضوع دسم جدا جدا، وكفايه قوي حقيقه تعمل هايلايتنج على الامور. انا طبعا سامعه طبعا الشباب ربنا يكرمهم كلهم بيردوا مع حضرتك، بس عشان كل كيس حضرتك بتقولها كان فيها كلو، وبرضه بنأكد تاني الهيستوري مهم جدا علشان نوصل للدايجنوزس، وما دام في كلو في الموضوع هعرف اوصل بسهوله. بس الفكره لما بيجي عيان في العياده ما بيبقاش في دماغي كل الكلام ده. بس الفايده من المحاضره بتاعت حضرتك اللي انا لازم احط ديفرنشال دايجنوزس ولازم اكسكلود انفكشن الاول. انتوا شايفين طبعا الامور متشابهه جدا مع الاوتوميون ديزيز بتاعتنا، يعني فلازم اعمل اكسكلوجن ده اول يعني حاجه يعني لازم تحطوا بالكم فيها. تاني حاجه كميه الدوزز بتاعه الدراجز اللي انتوا ممكن تكونوا حافظينها دلوقتي عشان الامتحان اكيد هتنسوها، فبرضه نصيحتي ليكم يبقى معاكم الدراج اندكس بتاعكم الشخصي اللي انتوا تكتبوا كل الدوزز معاكم، عشان انتوا مش مشكله مش لازم تحفظي كل الدوز في كل وقت، لا عشان كمان في ناس ما عندهمش اكسبيرينس ما بيشوفوش حاجات كتير، فعادي جدا اللي معاكي نص في جيبك فيها الدوزز كامله بتاعت كل الحاجات اللي انت ممكن تتعرضي ليها عشان في اي وقت ممكن تكتبي الدوز بتاعت العيان بسهوله. طبعا لازم تكوني عارفه الدراج الاول اللي هتستخدميه عشان يعني تشوفي ايه الدوز اللي هتستخدميها بعد كده. ربنا يكرم حضرتك دكتور احمد، ربنا يخليك لينا، دايما بتفتح مواضيع حلوه جدا وتخلي واحد يتعمق في حاجات بطنه شويه، ولازم نبقى اورينتد بيها طبعا، وليها علاقه طبعا قويه جدا بالاوتوميون ديزيز. بارك الله بحضرتك يا رب. الله يخليك. هو يعني انا الحقيقه انا لو بامتحنكم انا هسالكم في كل الكلام ده. هو بصراحه الواحد طالما انه علم حاجه من حقه انه يسال، لكن اللي بيساله من غير ما يعلمه دول مشكله. فاحنا طالما وانا ما شاء الله حاسس بالتجاوب معاكم المره دي، يعني ركام السنه اللي فاتت واضح معاكم والناس متجاوبه ما شاء الله. في سؤال، هل ممكن بعد ما يتعالج مريض الهيباتيتس سي تظهر له اعراض روماتويد لايك؟ عاده اللي بتظهر مع الهيباتيتس سي زي ما قلنا الارثرالجيا اكتر والرياكتيف ارثرايتس. احنا شفنا كتير رياكتيف ارثرايتس بعد الهيباتيتس بي والهيباتيتس سي، فالفيرال ممكن يعمل اكتر رياكتيف ارثرايتس. اللي مشهور انه ممكن يجي بروماتويد لايك اكتر اللي هو الكرونيك هيباتيتس بي، وده الحقيقه بيبقى عايز زي ما قلنا علاج الاول الفيريميا وبعدين ان احنا ندخل بادويه الروماتويد بعد كده، لكن السي اكتر يبقى رياكتيف ارثرايتس. لو حد عايز يسال تاني سؤال شفوي كده يتفضل. دكتور علي معانا؟
الظاهر الدكتور علي مش في اي سؤال يا جماعه قبل ما اتفضلي حضرتك دكتور. بس الشيكنجونيا هي منتشر عندنا شويه في اليمن، لما بتعامل معاها بالنسبه للارترس از روماتويد يعني نفس الدوز نفس الرجيم نفس ابدا بالميتروكسيت بنفس الجرعات بنفس الفولو اب بنفس الانفستيجيشن وده الاول انت كنت بعتي لي حاله قبل كده عن قلت انها بروسيلا خد علاج البروسيلا والله هو تحول لانكولوجيست يعني واخد بايوبس وبعدين مش عارفه اعمل ايه بعدها. طيب ماشي. المهم طبعا الانفكشن مهم جدا في الوطن العربي وخصوصا المناطق اللي فيها مراعي وكده بنفكر في البروسيلا والتي بي. انما بالنسبه لسؤال حضرتك احنا حسب الحاله يعني ما فيش حاجه فيكسد. لو هو قلب كرونيك ارثرايتس روماتويد لايك طبعا هنبدا ندي سايتوتوكسيك دراجز وهنعالج بعلاج الروماتويد، لكن ما بنبقاش اجريسيف قوي في التريتمنت عشان بنبقى خايفين ان احنا نعمل ري اكتيفيشن للانفكشن، فبندي جرعات متوسطه. ولو كان امكن ان احنا ندي انتي فايرال لو في متاح انتي فايرال بندي انتي فايرال قبل ما نبدا الاجريسيف تريتمنت. اوكي تمام يا دكتور متشكرين. خلاص بشكركم، خلينا نقفل التسجيل.